السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفانات. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير كيكة 8 ملاعق بيضة فقط، اللي كتجي ممتازة جدا، رائعة في الشكل ديالها وهائلة في الطعم ديالها. فجربوها إلا جايين عندكم ضيوف، جربوها الأولاد ديالكم، فكتجي فعلا ممتازة. كنتمنى من كل قلبي تعجبكم، فهي سهلة بسيطة سريعة التحضير. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة، ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل الفيديو، كنتمنى تتابعوا مع الفيديو للآخر. على بركة الله، فكنحتاجو لهاد الملعقه اللي كناخذو بها القياسات، اللي هي ملعقه كبيره. كنحتاجو 8 ملاعق من الزيت، 8 ملاعق حليب، و 8 ملاعق سكر، السكر الخشن، حبتان من البيض من حجم متوسط، 8 ملاعق من الدقيق، دائما نفس الملعقه اللي كناخذو بها القياسات، كيس سكر نكهه الفانيلا، كيسين خميره الحلويات البيكنج باودر ما يعادل 16 غرام، وكيس واحد من الكاكاو اللي غادي نحتاجو ليه لاحقا، ما غاديش نحتاجوه في المرحله الاولى. هادو هما المكونات. غادي ندوزو الان لبركه الله للتحضير. على بركه الله، اولا فكنوضعو قبسه من الملح، وكنوضعو البيض بيضه بيضه، من بعد كنوضعو السكر بنكهه الفانيلا، ثم كنضيفو السكر 8 ملاعق ملعقه بملعقه. من بعد كنجيبو الخلاط اليدوي، كنحركو البيض مع السكر والسكر بنكهة الفانيلا جيدا حتى كيدوب لينا السكر وكيتغير لون الخليط. من بعد كنضيفو على بركة الله الزيت، اللي دائما كنضيفوها على شكل خيط مع التحريك. كنضيفو كذلك الحليب. من بعد على بركة الله كنجيبو الدقيق، كنضيفو ليه خميرة الحلويات البيكنج باودر، وكنحركوهم مع بعض جيدا هكا باش كتعطينا الخميرة المفعول ديالها اكثر. ومن بعد على بركة الله كنجيبو الان غربال او لمصفات، كنغربلو الدقيق وكنضيفوه، غادي نضيفوه طبعا دفعة واحدة. من بعد كنحركو الدقيق جيدا. هنا بعد ما وجد لينا خليط الكيك كنقسموه الى نصفان، كنعملو نفس الكميه في كل اناء او في كل انيه. كنجيو الجزء الاول كنضيفو ليه داك الكيس ديال الكاكاو اللي عملنا او اللي خلينا في الاول اللي عملنا مع المقادير، دائما كنضيفوه في غربال باش كنتفاداو وجود تكتلات في الخليط. وهنايا الجزء الثاني كنضيفو ليه ملعقه كبيره من الدقيق، يعني نفس كميه الكاكاو اللي ضفناها كاكاو كنضيفوها دقيق باش كنحصلو على عجينه بنفس الكثافه. من بعد على بركه الله غادي نخلطو الخليط الاول، كندخلو فيه الدقيق، والخليط الثاني كذلك فكندخلو فيه الكاكاو حتى كتولي عندنا، يعني الكاكاو كيدخل جيدا وكيولي عندنا خليط بالكاكاو متجانس تماما. من بعد كنجيبو صينيه اولا صفيحه ديال الفرن، ممكن تعملو زجاجيه اولا اللي متوفر عندكم، غادي ندهنوها جيدا بالزبده. من بعد كنرشوها بالدقيق وكنزولو الدقيق الزائد. والان على بركه الله فكنبداو باضافه الخليط. كنجيو الخليط الاول اللي هو الخليط العادي بدون كاكاو، كنعملو ملعقتان كبار بهذا الشكل، وكنجيبو الخليط الثاني كنعملو فيه كذلك ملعقتين كبار في الداخل ديالو، يعني من الوسط على هذا الشكل، يعني على طريقه باش نحصلو على كيك زيبرا او لا كيك الحمار الوحشي. مهم بهذا الشكل كنستمروا حتى كنوضعوا كل كميات الخليط اللي متوفره عندنا. من بعد غادي ندخلوها الفرن، انا فرن كهربائي كندخلها فرن بارد، كنعمل درجه الحراره على 160 نار من الاسفل حتى تنضج وتحمر، من بعد كنعملوا النار من الاعلى باش تحمر كذلك من الفوق.
ها هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن. غادي نحتاجو الحليب، طبعا غادي نسقيوها بالحليب. غادي نجيبو واحد العود او لا كيغدون، غادي نثقبوها جيدا باش تشرب لينا داك الحليب، ومن بعد غادي نسقيوها جيدا. تقريبا فهنا عملت كأس الا ربع من الحليب، غادي نسقيوها في كل الجوانب من الوسط ومن الجوانب. ضروري تسقيوها وهي ساخنة، يعني الحليب بارد والكيكة ساخنة. على بركة الله، هنايا بعد ما خلينا الكيكة حتى بردت تماما، تخليوها تبرد ضروري جدا وتشرب لينا داك الحليب باش سقيناها. الان كنحتاجو نصف علبه من الكريم شانتيي. عاده العلبه كتوزن 100 غرام، كنحتاجو النصف ديالها يعني 50 غرام. يعني الا خديتو هاد العلبه غادي تعملوا بها زوج ديال الكيكات، لان كنحتاجو فقط في كل كيكه نصف واحده. بالنسبه للقالب اللي عملت فيه الكيك فتقريبا القياس ديالو هو 30 سنتيمتر، يعني قالب كبير. كنحتاجو معاها 125 مليلتر من الحليب، ما يعادل كاس واحد. يعني كاس الشاي دائما كناخذو به القياسات كتعملو كاس واحد. بالنسبه للحليب وبودره الشانتيي فكنت وضعهم في المجمد. ومن بعد غادي نحتاجو لاحقا كيس واحد من الكاكاو. ما غاديش نعملوه في الاول، غادي نعملوه في مرحله لاحقه كما غتشوفوا معايا في تتمه الفيديو. على بركه الله، اولا كنوضعوا الحليب، من بعد غادي نضيفوا بودره الشانتيي. النصف ديال العلبه انا ما غاديش ناخذ القياسات بالميزان، غادي نعمل غير هكا عيني ميزاني، غادي نعمل النصف ديالها. من بعد كنخلطوا كل العناصر بالخلاط الكهربائي حتى كتكون عندنا كريمه متماسكه جدا. بالنسبه لمده الخفق فتقريبا 10 دقائق. ها هي الكريمه بعد ما وجدات كما شفتوا. الان غادي نقسموها الى نصفين، غادي نعمل في كل صحن او لا كل اناء غادي نعمل نصف. من بعد على بركة الله غادي نجيبو النصف الاول، غادي نضيفو ليه داك الكيس ديال الكاكاو اللي شتو معايا في الاول، وغادي نحركوه مع الكاكاو. بالنسبة لطريقة التحريك فضروري تحترموها، كتحركو بنفس الاتجاه وكتحركو من الاسفل للاعلى باش ما كتخسروش الكريمة، كتبقى الكريمة متماسكة. الا ما حركتوش بها الطريقة اللي وريتكم اللي كتشوفو معايا فغادي تفسدو الكريمة، غادي تولي عندكم كريمة سائلة فبالتالي ما غاديش تبقى صالحة للاستعمال. من بعد غادي نجيبو بلاستيك، الا عندكم هادو اللي كنعمل عملوهم، ما عندكمش كتعملو بلاستيك عادي اي بلاستيكه كتوفر عندكم. غادي نملؤوهم بالكريمه، الكريمه اللي بالكاكاو والكريمه الاخرى العاديه. من بعد غادي نعملو واحد الثقب في البلاستيك. كنرجعو الان الكيكه ديالنا بسم الله، وكنبداو نوضعو الكريمه على هذا الشكل. كنعملو دوائر، دائره من الكريمه البيضاء، دائره من الكريمه الاخرى اللي بالكاكاو، وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا كل سطح الكيك وكذلك الكريمه. بالنسبه للكميه ديال الكريمه اللي عطيتكم في الفيديو فمباشره كتجي قد الكيكه، يعني ما كيتبقى لكم منها والو، وفي نفس الوقت ما كيخصكم منها والو. من بعد ما وضعنا كل كريمه غادي نجيب الان واحد الملعقه وغادي نحاول نقاد السطح ديال الكيك. كنقادو السطح ديالها باش ما كيبقاوش عندنا هذوك الفراغات بين كل واحده واخرى، كذلك يولي عندنا هكا السطح مستوي. بالنسبه للملعقه راه في كل مرحله كنحاولوا اننا ندهن. ها هي الكيكه بعد ما قادينا ليها السطح، غادي ندخلها للثلاجه نخليوها حتى تبرد جيدا بما حضرنا الطبقة الأخيرة أو لا الصلصة اللي غنعملو في الأعلى. هنايا كما شتو عملت الشوكولاتة البيضاء، غادي نذوبها على حمام مائي. من بعد غادي نضيفو ليها مقدار ديال ملعقة كبيرة من هاد الكريم ديسير اللي كيتباع جاهز، هاهو. وغادي نحركوها هكا مع الشوكولاتة. من بعد على بركة الله كنوضعو هاد الصلصة في الأعلى، غادي نحاولوا نوزعوا الوجه على الوجه ديال الكيكه، نوزعوا الصلصه. من بعد الكميه ديال الصلصه اللي تبقات لينا
غادي نعمل ليها كمية قليلة من الكاكاو، يعني غادي نلونها بالكاكاو. كنوضعوها في بلاستيكه كذلك، وكنحاولوا نعملوا خطوط على هذا الشكل. نتوما راه التزيين كيبقى اختياري، هنا حاولت انني نزينها تقريبا على شكل الحمار الوحشي، تقريبا ماشي يعني 100%. ومن بعد غادي ندخلها للثلاجة وكنخليو حتى كتبرد لينا الصلصة، وكذلك كتبرد لينا الصلصة اللي عملنا في الأعلى بالكاكاو. إذا متابعينا الكرام، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كتجي راقية رائعة، رائعة في الطعم وكذلك في الشكل ديالها. كنتمنى تجربوها، جربوها ماشي كنتمنى تجربوها، جربوها غادي تعجبكم. شكرا لكم على كل تعليقاتكم، شكرا على انتقاداتكم، شكرا كذلك على كلامكم طيب ورائع. نخليكم الان تلقوا فيديو قادم وصفة جديدة ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.